بالنسبة لي سيل ورقة أحسن أداة اللي كان تاكلي بها واحد المجموعة دي المشاكل. هنايا غادي نشوفوا كاع المشاكل اللي كنطاكليهم بالسيل ورقة قبل ما كندوز للوجيسيال. اشنو هما كاع المشاكل اللي كنحاول نطاكليهم بهاد الميثود ديال تشيكين نوتس ولا بالسيل ورقة؟ اول حاجة عندي فيتشر بروسيس، ثانيين لسن بروسيس، ثالثا سيستم ديكومبوزيشنز، هنايا عندي يوزر انترفيسز تو كود، خامسا كورسز كوريكولوم ديزاين، سادسا فانل بروسيس، سابعا بوكس هايلايتس، داتا موديلين، وفي الاخر داتا ستراكشرز. هادو كاملين واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كنطاكليهم بهاديك السيل ورقة قبل ما كندوز للاداه. نشوفوا اول حاله اللي هي فيتشر بروسيس. اش كنعني بفيتشر بروسيس؟ كتكون عندك واحد الفونكشناليتي اللي غادي تخدم عليها في الموقع ديالك. كمثال هنا عندي واحد الفونكشناليتي اللي هي ديال كويز، يعني انا كنحاول نفهم هذوك الكي فيتشرز يعني الزاليمون المهمين بالنسبه لهذا الكويز. بالنسبه لي انا هذا الكويز الشخص خاصو يتوثنتيفيا مره واحده و10 ديال الزيتاب، دونك 10 ديال الكيسيون في هذاك الكويز بصفه عامه، وهذاك السكور كيديبون ديال السبيد ديالو، دونك سكور ديبانت السبيد، يعني هذاك شحال ديال الوقت فاش جاوب على داك الكويز عنده علاقه بالسكور والحساب ديالو. باش كنجي هنايا انا كنحط هذيك الفلو تشارت بحال الوساخ، ما كنحاولش نكون بيرفكشنست، كناخذ غير الزيليمون وكنفكر مزيان كيفاش نقدر نونطامي هذا المشكل. كنبدا بالسيل ورقة هي الاولى، من بعد من كتبان لي الفكره وكنبقى غادي شويه بالديتاي كندوز للوجيسيال وكندير فيها هذيك الفلوتشارت كامله من ا حتى لزد. وهنايا كمثال ديال الفلوتشارت كيفاش تكملات كامله بالنسبه للكويز، يعني بديت في الوساخ حطيت لي ديالي، فهمت ديكومبوزيت كاع الحوايج اللي كنحاول نطاكليهم بالكويز، عاد من بعد دست الاداه اللي درت فيها الديتاي. دونك كنبدا سامبل باش كنخرج داكشي للوجود، عاد من بعد كندوز الاداه باش ندوز للديتاي. الكات الثانيه لسن بروسيس. بالنسبه لي انا اي مشكل كنحاول نطاكليه كنتخيلو كسيستم، كنتخيلو كبروسيس. هنايا الدرس حتى هو مشكل، المشكل هو شنو؟ هو خاصك تهز التلميذ من ما عارفش العارف، يعني خاصني نحشد كاع لي زيليمون اللي كيخصو هذاك الدرس ونديكومبوزيهم ونحطهم في واحد الوساخ. دونك الوساخ بالنسبه لي هو السيل ورقه، كنحط لي زيليمون كاملين هنايا. كمثال عندي انا اوذر سبيسيفيكيشنز امبلمنترز موديول، واللي شاف الدرس الاخر غادي يشوف بان السلايد كاينه فيها كاع لي زيليمون هنايا. كنخدم بالسيل ورقه كنحط لي زيليمون كاملين، عاد من بعد كندوز اللوجيسيال وكنكزيكوتي داكشي. علاش كنخدم بهذه الطريقه؟ باش كنخرج داكشي اللي في راسي الوجود وكنشوف كاع اليوز كيزز، كاع لي زيليمون وكاع لي سيناريو اللي نقدر نامبليمونتيهم في هذا الدرس. من بعد كندوز اللوجيسيال وكنكزيكوتي داكشي. ثاني اليمو هنايا لسن بروسيس، واحد البروسيس ديال كيفاش كرييت واحد لوسون كنبدا بالسيل ورقه، عاد من بعد كندوز اللوجيسيال. الكات الثالثه سيستمز ديكومبوزيشن. اش كنعني بها؟ اي سيستم خاصني ديكومبوزي. كيف ما قلت لكم انا التفكير ديالي بصفه عامه اي حاجه كنشوف فيها كسيستم كبروسيس ما كنشوفش فيها شوفه سطحيه، ديما كنشوف اي مشكل خاصو يتاكله، خاصو يتاكله من العمق، من النوع ديال لي طاش اللي كيقدروا يكونوا عندي في خدمتي. كمثال هنايا واحد البروسيس، واحد السيستم اللي هو كبير ديال كيفاش نقدر نعمل واحد الويب ديزاينر، بروسيس فيه مجموعه ديال لي زيتاب، غير هو هنا كنبارطاجي معكم 10% ديالو لان السيستم كبير. من كيكون واحد السيستم فيه واحد مجموعه ديال المتغيرات كنحاول نطاكليه اول حاجه دي بار ديالو بشويه بشويه في مجموعه ديال الوراق، عاد من بعد كنكومبيني داكشي في واحد الوايت بورد. من كنقول وايت بورد كتكون واحد الوايت بورد كبيره كنحط فيها السيستم كامل، مي غير هو كنطاكلي بالمشكل بالمشكل في ورقه وحده، عاد من بعد كنبدا اليني داكشي في واحد الوايت بورد وكيكون فيها السيستم كومبلي. وهذه حتى هي من الطرق اللي كنخدم فيهم بالسيل ورقه باش كنديكومبوزي واحد السيستم اللي هو كبير، وعاد كنالينيو ونميرجي داكشي. الكرابع يوزر انترفيسز تو كود. هاد الكرابع شنو فيها؟ فيها كيفاش غادي نقدر نبداو من واحد ليدي ومن بعد غادي ندوز لواحد الانترفاس. بصفة عامة إلا كنت غادي نخدم مع ويب ديزاينر ديريكت ولا كنت غادي نخدم على واحد سايد بروجيكت ديالي، في الغالب أي إليمون ولا أي انترفاس غادي تكودا خاصو يتحط في الأول سكتش، خاصو يتواي فريم. بالنسبة لي أنا المشاكل اللي هي لي لواحد الكونتون كيفاش غادي تدرس تفكشورة، هذاك الشيء لي اليو إكس، يعني لابارت يو إكس كيفاش غادي تخدم وكيفاش غادي تاكلها كمشكل، كتاكلها بالسيل ورقة ولا لوجيسيال اللي كيخص هاد اليو اكس. مي انا بصفة عامة كنفضل نخدم اولد سكول بالسيل ورقة، كنشد هذاك الكونتوني وكنعرف ستركتوريه ونقدر نكومونيكي به مع الويب ديزاينر، ولا نقدر نشدو نكونفيرتيه ديريكتومون لواحد الانترفاس ونكوديه. بالنسبة ليا هذا واحد الانترفاس اللي كوديتو ديريكتومون، وهنا كنشوفو الانترفاس اشنا هي الريزولت ديالو، وهذا بريفيو ديال الانترفاس كيفاش بديناه في الاول بواحد الواي فريم ومن بعد هادي الريزولت ديالو. دونك كنبدا في الاول بواحد كونتوني كنشدو كنعرف ستركتوريه في ورقة، عاد من بعد وكندوز نطاكليه باللوجيسيال، يعني اللوجيسيال ديما بالنسبه ليا هو ليطاب الثانيه، حتى الواي فريمين كنديرو اولد سكول. الكال الخامسه كورسز كوريكولم ديزاين.
كل دوره كتاكله بواحد الطريقه اللي هي مختلفه. ومين كنقول دوره والطاكله دونك اوتوماتيكمون هو واحد السيستم ديال خاصك تهز واحد الشخص من ما عارفش لعارف، مي ماشي غير في سكيل ولا في مهاره اللي هي سامبل، في مجموعه ديال المهارات. يعني باش تفهم انت هذاك المشكل ازا هول كاونتيتي اللي هي كبيره وتشدو ديكومبوزي، خاصك تكري هذاك الكوريكولوم. ومين كنقول كوريكولوم هو الفهرس، بحال اللي قلت واحد الكتاب اللي كتقراه هذاك الفهرس، واول اليمون فيه بحال اللي قلتي ديك خارطه الطريق. باش نفهم انا كيفاش نديكومبوز هذيك خارطه الطريق خاصني نفهم المشكل اللي غادي نطاكليه. دونك المشكل كنحاول نفهمه بستيل ورقه، نفهم مزيان اشنا هو المشكل كنحاول نطاكليه وباش من اوردر، يعني الاوردر حتى هو مهم. ومن بعد من كنكمل هذوك الزونتيتي كاملين وكنحط هذاك الكوريكولوم ديالي وكن اورغانيزي وكن غروبي وكتشوفوني خدمت هنايا الوان، من بعد عاد كندوز للتول اللي هو كمثال هنا نوشن. هاد ماستر سي اس اس تكرياو ليه كاع دوك الميني كورسز على شكل دي موديول هنايا. ومن بعد كمثال هاد بيفور يو ستار اللي هي اول بلاي ليست خدامين عليها في سي اس اس، كنحط لي لوسون ديالها وكنتم غادي بالبار بالبار. غير هو اول حاجه في الكوريكولوم ديزاين ولا هذيك لابار ديال كيفاش كنكري ديك الفهرس، كنخدم بالستيلو ورقه وكنحط كاع لي زيليمون من الاولين عاد كندوز للوجيسيال. الكاسيت عندي هنايا هي فانلز بروسيسز. اشنو كنعني بها هنايا؟ شنو هي فانل بعدا؟ بصفة عامة انت الا كانت عندك مثلا واحد لاندينغ بيج، ملي كنقول واحد لاندينغ بيج واحد الباج اللي فيها فورمولير، اما انت خدام على شي برودوي كتكوليكتي واحد الليد، كتكوليكتي واحد الميل، هذاك الميل كيدوز في واحد الفانل، كيدوز في واحد التونيل، هذاك التونيل كتحدد اشنو غادي يطرا من بعد. كتكون انت اما باغي تبيع شي برودوي اما باغي دير شي حاجة. دونك بصفة عامة هذاك الليد ولا هذاك الميل اللي كتكوليكتيه كيقدر يدوز في واحد المجموعة ديال لي زيتاب. دونك هذوك لي زيتاب كيشكلوا لنا شنو؟ كيشكلوا لنا واحد بروسيس. إلا كنت خدام أنا مع شي كلاينت وهداك الكلاينت بغى يمونطي شي فانل بالنسبة ليه في الموقع ديالو، وغادي يكولكتي داك الليد وغادي يدوزو في واحد المجموعة ديال لي فاريونت، بالنسبة ليا أنا هاديك الفانل خاصني نديكومبوزيها ونحطها بستيلو ورقة نفهمها ولا نشوفها مع اللي غي إكزيكوتيها، من بعد نشوف الموفين بارت كاملين عاد كندوزو الأداة ولا التول اللي غادي إكزيكوتي بها هاديك الفانل. هو اي فانل غادي نكزيكوتيها غنحطها بستيلو ورقة ونحط ستيبس ديالها كاملين. وهذا غير مثال هنايا، بصفة عامة كيقدروا يكونوا فانلز اللي فيهم مجموعة ديال المتغيرات ومعقدين بزاف. اي بروسيس اللي كيخص الفانلز حتى هو كنخدموا بستيل ورقة عاد كندوز للأداة. الكاس السابع بوك هايلايت. بالنسبة لي انا الا كنت كنقرا شي حاجة الدماغ ما دارش باش يهولد، الا كنت كنقرا واحد الكتاب وبغيت نفهم واحد الكونسيبت وهايلايتيت، مي كنقول هايلايتيت يعني فحال لا بغيت ناخذ ديزيد جينيرال من هذاك الكاتب اشنو بغيت يشرح لي بالضبط. الا كان واحد الكتاب اللي هو تكنيكال كمثال هذا اتوميك هابتس، واحد الكتاب اللي كيشرح الهابتس بصفة عامة العادات وكيفاش كيديكومبوزاو، انا بغيت نفهم واحد ليليمون بالضبط كنتيكي نوتس بايدي. دونك كنجيب سي الورقة وكنحاول نفهم هذاك البروسيس كامل. بالنسبة لينا الدماغ ما دارش باش يهولدي باش يعقل على الداتا، الدماغ دار باش اكزيكيوتي وريفليكتي. دونك ريفليكشن انا بالنسبة لي كنخرج داك الشيء برا باش نبقى عاقل عليه من بعد، مي هذيك الاكزيكيوشن وهذيك الريفليكشن والطريقة ديال التفكير كنديرها في سيل ورقة باش كنركز ديك المسألة عندي في الدماغ وباش نقدر نرجع لها من بعد. الكتامنة داتا موديلين. بالنسبة لي الا كانت واحد الدار بيز ليا كبيرة دونك خدامين على واحد السوفتوير وهذاك السوفتوير فيه واحد المجموعة ديال المتغيرات، دونك هذيك الدار بيز هي از هول الا شفناها كمشكل واحد المشكل اللي هو كبير. دونك كنشد واحد البار اللي هي صغيره وكنشد ديك الدارابيز وكنخدمها بيو ام ال ميثود سامبل ديال الاناليز، ومن بعد كنخدم على بار صغيره كنحاول نحط الفوكس على واحد البار اللي هي صغيره، ومن بعد عاد كندوز للتول وكنانتيغري داكشي كامل. دونك كنخدم على واحد البار صغيره كندير لها ريلاسيون ديالها كنفكر شنو هما لي زيليمون غير شكلوا ليا هذوك التيبلز، ومن بعد كنبقى انتيغري بالبار بالبار او نيفو ديال الدارابيز ولا ديال قاعده البيانات. يعني كنبدا بستيل ورقه كنخدم على مشكل صغير ومن بعد كنانتيكري داك المشكل الصغير هذاك المشكل اللي هو كبير. دونك كنبقى غادي معاه جرادولي وديما الورك فلو عندي ستيل ورقه هي الاولى عاد اللوجيسيال. الكتاسعه والاخرى داتا ستراكشرز. بصفه عامه اما غادي تكونسومي هذيك الداتا بواحد لابي انت كفرونت اند انجينير ولا فرونت اند ديفلوبر، غتاخذ واحد الداتا وغتحاول تكونسوميها من بعد باش تافيشيها. في الغالب هذيك الداتا تقدر تكون ديزورغانيزي وانت غادي تعاود تستركتوريها وخاصك تكونسوميها بواحد الالغوريثم اللي هو يكون افيشنت. دونك في الغالب انا الا كنت غندير هاد ديكومبوزيسيون وهاد الاناليز ديال الداتا كيفاش غادي تستركتوريها ولا الداتا كيفاش غتكونسوما وتعاود تستركتوريها، دونك في الغالب كنخدم حتى هي بستيل ورقه باش كنعاود ناناليزي اشنو هو احسن الغوريثم واشنو هي احسن داتا ستراكشر اللي غنقدر نافيشي بها دوك لي زيليمون اللي عندي، وهذا الشيء كنديرو حتى هو بستيل ورقه. كخلاصه هنا تسعود ديال المشاكل وشفتوا الاداه اللي كنخدم بها ديما وما كنتخلاش عليها هي ستيل ورقه، ومن بعد عاد من كنبغي نكزيكوتي شي حاجه كندوز للوجيسيال. بالنسبه لي انا كشخص كيف ما قلت لكم كنتاكلي المشاكل سيستماتيك، ديما كنشوف اصغر مشكل واخا لوسون هنايا كنشوف فيه كسيستم خاصني نتاكليه بواحد الطريقه اللي نفهم البروسيس اللي غادي نكزيكوتي به. ديما فكر في راسك ك
كاركيتكت. شكون هو الاركيتكت؟ كيشوف المشكل سطحي، كيشوف المشكل كانه واحد سيستم وخاصو ديزاين ليه واحد البروسيس، واخا يكون اللي هو مشكل بسيط وكيحاول يقلب ليه على سولوشن، ديما بالنسبه ليه كيشد هذوك لي زيليمون وكيديكومبوزيهم عاد من بعد كيطلق ليهم. اما الا كنا كنشوفو ديما نحلو المشاكل في التولز اللي هما دي لوجيسيال، راه كنسدو على ريوسنا وكتبقى ديما غادي في البرفكشن، لا خاصني نديرها هكا، لا ما خاصنيش نديرها هكا، خاصني نقاد من هنا، خاصني نقاد من ليه. مي المشكل راه ما كيطاكلاش كمثال هنا من خدينا ديال ديزاين، المشكل ديال ستركتشر دي دوني ما كيطاكلاش في اللوجيسيال، المشكل ديال ستركتشر دي دوني هذا بارتي اللي عندها علاقه باليو اكس وكتخدم بستيل ورقه ولا كتخدم في واحد التول ديال وايت فريمين. مي في الغالب احسن وسيله هي هذا الستيل ورقه، لانك تخلي الفوكس ديالك هاي طالع كتبعد من ديستراكشن، ما غتطلع لك لا طابت برزتك لا حتى شي حاجه، غيبقى الفوكس ديالك، وزائد بانه غادي تفكر بلا ما تحاول تكون بيرفكت في الاكزيكيوشن. وهاد جوج ديال لي زيليمون مهمين من كتبغي تاكلي اي مشكله. ديما كيف ما قلت لك شوف راسك كاركيتكت، احسن اداه راه كاينه ما بين يديك، عندك اول حاجه داك العقل، وثاني حاجه عندك داك ستيلو ورقه، بجوجهم تقدر تخدم بهم ودير بهم بزاف ديال الحوايج. الا بغيتي الفوكس يبقى طالع والبروداكتيفيتي ديالك تكون طالعه، ديما راه هاد الاداه غادي تخول لك بان تخدم وتيكزيكوتي واحد المجموعه ديال البروجيكت بواحد الكواليتي اللي هي طالعه. راه حنا ديما كنحطوا الفوكس على الادوات، كيفاش نخدم باكس ولا كيفاش نخدم باكغ، وكنساو بان احسن اداه عندنا راه ما بين يدينا واولد سكول وكتعطينا احسن ريزالت. في الاخر واحد الميساج اللي هو بسيط للناس اللي كيقول لك انا كنهولد كلشي في راسي، دونك كنعقل كيكزيكوتي كيفكر وما عندوش حتى شي ارشيف لاي حاجه، كيقرا كتاب وما عندوش نوتس، كيكري كورس وما عندوش ليست، كيكري اي حاجه وما عندوش واحد المجموعه ديال الزيليمون واحد البلان اللي هو تابعه. الا عندك واحد المجموعه ديال الحوايج خدام عليها امبوسيبل تمشي بهذه الطريقه ديال التفكير، لانه ما يمكنش اكزيكوتي كل حاجه بواحد الكاليتي اللي هي طالعه انتربريتي غير براسك. اهم حاجه هي غيكون عندنا واحد الارشيف باش من بعد نقدر نرجع ليه، لان الدماغ ما كيعقلش على كل شيء، الدماغ كي اكزيكوتي وكي ريفليكتي.